محمد مساء الخير محمد. مساء النور. قد استمر زواجك؟ استمر زواجي حوالي ساعة و15 دقيقة. خلال العرس أو بعد خلال العرس؟ حفلة الزفاف وإحنا بالصالة. كان عرس كبير؟ كان في معازيم؟ إحنا مجتمع شرقي يعني عفوا بين قوسين، رجال لحال وحريم لحال. طلعت سلمت على رجال على أساس إنه في منهم ما بيفوتوا على الحريم عشان يسلموا. فرجعت عادت على الكرسي تبعي، فبتقول لي هي على يميني طبعا، بتقول لي في لك هلا اغنيه عشان نرقص عليها. فقلت لها شو الاغنيه؟ بتقول لي هلا بتسمعها عشان قوم تفز نرقص عليها. بدها تهديك اياها؟ ايه. فتفاجأت في اغنيه غريبه ما بتنحط لاي زفاف ولا لاي مناسبه كانت، اللي هي بعرفش للأسف بين قوسين ولا تنقال قدامكم يا جمهور، اللي هي بحبك يا حمار. فقلت شو هالأغنية هاي؟ اطفوها طفوها طفوها. وقمت فزت، انت ليش تعملي هيك؟ سحبتها اجت بدها توقع، امها مسكتها ضربتها كف، سبيت غلطت عليها وعلى امها، طلعتها على طول. يوم بلحظتها طلقتها؟ بلحظتها بلحظتها. وقرايبها اللي معاها وقفوا معاي مش معاها. بس يا محمد هيدي اغنيه كانت رائجه، واغنيه مش حضاريه، ما بتنحط بهيك مناسبه. هاي بدها تسوي شغله، لانه حصلت شغله ما بيني وبينها اثناء فتره الخطوبه. فهي حاولت بالاغنيه هاي تفكر انها يعني بدها تنتزع الرجوله مني. بس انت ليه اخذتها هي؟ ليه كان بدها توصل هالرساله اليوم؟ هي جبرت تتزوجك ام زوجتك عن حب وقناعه؟ فتره الخطوبه بجوز لعمري انه يعني ما في لازم هالفتره، انا عايش الحياه وداركها يعني. فرق السن بجوز ممكن بيني وبينها يعني 19 سنه مو مشكله، لكن العقل له دور. أنا سؤالي بدي أرجع على الحادثة، وين اعتبرت فيها انتقاص للرجول؟ يعني حتى أيضا يعني في كتير حوادث صارت بنفس اختيارها للأغنية، بس لأنه صار في كتير حوادث صارت بسبب هالأغنية. انحطت أيضا، رينا مرة صارت بمصر، مرة صارت باللدقية بسوريا، يعني انحطت هالأغنية بالعرس وتم دغري الطلاق بلحظتها. ليه اليوم ما أخذتها بروح رياضية بدعابة مش يعني وكبرتها هالقد القصة؟ تنتزع رجولتي. رجولي هاي هلا الرجولي واقف فقط على أغنية؟ لأنه إذا قبلت هيك بدي أقبل غيرها وأوطى منها. الرجولي هالقد بتكون هشة إنه تنهز من وراء أغنية؟ نوعية النوع واسم الأغنية نفسها شو معناها؟ شو شبهتني بحيوان؟ أنا صرت أرجف، توترت أنا. الحضور المعازيم أنت توترت؟ وقفوا معاي كلهم. شو صار يقولوا؟ شو سمعت؟ هاي ما بتفهم. انا سحبت حالي وعلى طول طلعت، يعني ما في بعد ما رميت عليها اليمين 10 دقائق وعلى طول طلعت. بتعرف لو كان معي مسدس، انا بحمد ربي اللي ما كان معي مسدس، لا انا ولا اللي معاي، ولا طخيتها. الله. بس ما في مبالغه؟ لا. اليوم انا قنعان 100%. اليوم يمكن ردة فعل بعض الجمهور لما يقرا هالخبر خبر ام يحضر وشهادتك يقول هي ال ال يعني الصدمة بتكون أن الرجل طلق من وراء غنية أم انحطت الغنية؟ أنت برأيك؟ ما هي نمط الغنية، نوعية الغنية إيش هي؟ جاي مناسبة مثل هاي، يعني خلي الجمهور يحكم. أنت بحياتك الخاصة، يعني بحياتك اليومية، أنت شخصية مرحة أو شخصية مرحة جدية؟ لا مرحة جدا. يعني بتقبل النكتة وروح عندك روح النكتة أو لا؟ وتشوف موبايلي كله نكت. وليه ما تقبلتها؟ ليه هي بدها تحكي؟ هي وصفتني وصف حيواني غير ناطق انا. بس انا سؤالي بس بدي افهم شغله، ليه انت اعتبرت انه هي عم تعملها نكاية فيك؟ ليه؟ لانه ما اقول لك انه لانه صار في حادثه قبل ما ترد لك اياها بنهار العرس. نعم. هي يعني مش هالشيء، بس بعتقد انه هيك. وعلى فكره لغايه الان ما تجوزت. 2009. شوف لوين؟ ليه؟ شو السبب؟
منو بده يجي يطلبها اصلا؟ اليوم لما بتفكر بعد 5 سنوات من الحادثه بتعتبر انك تسرعت بلحظتها او لا؟ لا لا لا، من هون ليوم الدين لا. يعني ماني اشتى حتى ما اعطيتها فرصه تبرر، يعني حتى انت مديت ايدك عليها وهيدي رجوله؟ هاي ضرب الايد اخر شيء بستخدمه، بس هي اللي خلتني اضطر اني اسوي هيك. بعد الحادثه تحاورتوا؟ حاولوا قرايبها وهذا، لكن مستحيل مستحيل. يعني في مثل بيقولوا عنا، اذا امي بترجع بنت برجع لها. واذا مسحه كانت؟ هذا مش مزح. شكرا لك محمد. عفوا. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.